أيام معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، شخصية رائعة وإنسان محب للعراق على عكس كل ما قيل وما يقال، وأنا أنتقد كل الأخوان اللي أساءوا بصراحة. يعني الشيخ سلمان أول واحد هو من المسؤولين الكبار اللي إجا زار العراق بالبصرة، ساهم وقتها برفع الحظر. يعني جماعة راحوا زايد، أنا أعتبرها القرار اللي صار بنقل مباراة العراق ويا الإمارات قرار الفيفا، وأنا من الفيفا عرفت أنه القرار ما إلى علاقة لا بالاتحاد الآسيوي ولا بالهذا، وإنما لضغوط معينة ولم يقال ما هي هذه الضغوط، ما حد يعرف. بس ما الشيخ سلمان هو اللي نقل المباراة؟ لا، شنو مصلحته أنه ذات النقل من هذا المكان لهذا المكان؟ وليش هالعداء هذا؟ إحنا نكسب الناس لو نستعديها. يعني أنت رجل هذا بعد شغلنا يمه، مو صحيح؟ يعني أنت طالب في مدرسة ومدير المدرسة أنت تتعادى وياه من مصلحتك، وهو هذا أنت يمه 24 ساعة بعد عندك فلان صف وفلان صف. إحنا دوري الأبطال مشاركين به، كأس الاتحاد الآسيوي مشارك به، فرقنا منتخباتنا، يعني إحنا نريد نكسب علاقات، نكسب العالم، نوثق علاقتنا بهاي المنظمات القارية والدولية. فمو من اللائق الإساءة لناس مو بس شيخ سلمان، أي واحد. يعني احنا شنو نقصنا؟ مشكلتنا وين اخ علي؟ احنا فقدنا مواقعنا بالاتحادات والهيئات الدولية. وين مكان مؤيد البدري؟ منو مكانه بالفيفا بالمكتب التنفيذي باللجان اللي صارت؟ وين مكان هشام عطا عجاج؟ وين مكان حسين سعيد؟ وين وباللجان الأولمبية والاتحادات العربية؟ هواي فقدنا، كانوا ناس متبوئين مراكز وكان العراق صاحب قرار. الناس تجي تاخذ مشورته وتتمنى صوته وتتمنى هذا، ليش احنا بهالموقف؟ لأن ما عندنا ناس متغلغلة أو واصلة إلى هاي المكانات. أنا ليش ما أوثق علاقتي بشيخ سلمان وبالفيفا وبالاتحاد العربي وبغيره؟ الكلام يجر الكلام والوقت يداهمنا. نأخذ الصورة الأخرى. أعتز كل شيء بهاي الصورة، هذا الأستاذ الكبير الرائع مؤيد البدري. هاي ما رحت سويت للقاء بالدوحة، أبو زيدون كان كلش فرحان، قال أنا كلش فرحان بهذا اللقاء. يعني ما تواصلت وياه بعد؟ لا تواصلت وياه، ولحد الان اتواصل وياه ويا عائلته ويا زيدون ابنه في كندا على تواصل دائم وياه. يعني ناس احبهم واقدرهم، وهذا الشخص ترك بصمه كبيره في تاريخ العراق طبعًا. يعني ايقونه من ايقونات تاريخ العراق الرياضي وغير الرياضي. ان شاء الله لابو زيدون الصوره طويلة ان شاء الله. هاي بطولة كأس العرب الأخيرة إنفانتينو، هاي المباراة اللي لعبوا بيها النجوم اللي كانوا يوم يونس محمود وكان بيها إنفانتينو، فهو جا سلم علينا. هو صعد، احنا قاعدين نباوع على المباراة، فجا هو سلم علينا، رجل هو فريندلي يعني كل مكان احنا نلتقي به ويعرفنا بالوجوه فلان وفلان وفلان، يعني مو أصدقاء احنا، ما أدعي هذا الشيء، بس هو الرجل يعرف يعني نلتقي به بالبطولات دائما. ما صار كلام مرة على الهامش عن رفع الحظر عن الكرة العراقية؟ هو الموقف ما كان يعني مناسب، مو مناسب، ما يتيح لك. رجل صعد من الملعب على المدرجات وسلم علينا واحد واحد، وبقتها كان الكابتن عدنان درجالي ونس محمود وياه وحكى وياه، يعني اعتقد بهذا الموضوع. يعني فاحنا صعبة يعني شفنا الموقف مو وقته مثل ما يقول. عندنا بعد صورة شباب.